أتيتك يا صديق بسبحة أودعتها محض الوداد لأمنح، بل إنها سر كتمت مشاعري فيه وها إني اضطررت لأفضحه. يا صاحبي ما سبحتي بهدية ملموسة عفو الحياء أن أجرح، بل إن في حباتها حبا سما لو قيس بالملموس قدرا قبح. مني إليك إلى الذي برأ الدنا من عظم الباري جلالا سبح. فإذا بالأستاذ عدنان يرد علي بنثر يسوق الشعر روعة وجمالا، حيث قال: لا صد فوك أيها الشاعر المتدفق بلاغة الفياض مشاعر، ووالله ما خاطبتك شعرا إلا طمعا بكنزك الشعري، وها أنت فتحت خزائنه على مصاريعها وأطلقت عنان قوافيك لتغازل شغفي بها وتسكرني بثمر معانيها وسلسال مبانيها. طوبى للشعر مبشرا في مراكبك تحت أشرعة تطوع عتو الرياح وتسلس لقامتك الشعرية. أي صعب من القياد، أدرك تماما أن صدق المشاعر وانسيابها يسمح أحيانا للخطأ النحوي أن يتسلل إلى عرين الشعراء في ذروة تألقهم. لذا أوجه عنايتك إلى نصب حبك الذي سما في البيت الثامن مع فائق إعجابي وتقديري. كلمة حب في البيت الثامن لم تكتب في رسالة الواتساب بألف النصب سهوا، فبدا في ذلك رفعها. فأجبته ردا على رده متقبلا اللبس النحوي المذكور: يا للكلام العذب ينظم عقده فذ بأبكار المعاني نقح. قد ساءه لحن بشعر صديقه فإذا به قد سد عنه وصحح. لكن لي في اللحن رؤية شاعر تعلو به عن لحنه أن يطرح. اللحن في فن القريض مقبح، واللحن في شعري أنا ما أملح. لا ينصب الحب، لا ينصب الحب الذي قد كان من قلب يعانده الوفا أن يقدح. الحب يرفع للحبيب بضمة ولربما يهفو إليه بأجلها. لا ينصب الحب الذي قد كان من قلب يعانده الوفا أن يقدح. الحب يرفع للحبيب بضمة ولربما يهفو إليه بأجنحة. إني رفعت الحب كي يسمو إلى عالي ذراك فكيف لي أن أفتح. وإذا به يختتم: ما أروعك وما أحيل هذه السيمفونية الشعرية، لقد أسقط في يدي أمام العرض اللائق الرائق والمستملح، وإنني بعد العزف المدهش على أوتار اللغة أعلن ولائي لرفعك ولو كره الناصبون. في مثل هذه الأيام لأربع سنين خلت ارتقى ابن أخي النقيب في الجيش اللبناني حسن علي فرحات شهيدا في مواجهة الإرهاب التكفيري في مدينة طرابلس، وكان ذلك ليلة عيد الفطر في الرابع من حزيران من عام 2019، فنظمت في ذكراه هذه القصيدة: إلى الشهيد العيد. أقدم شجاعا قد أتى ليذودا عن أبرياء مصمما وعنيدا. أقدم ففي عينيك نظرة واثق قد حددت ما تبتغي تحديدا. أقدم فإن لدى الأسود شجاعة ليست تهاب أرانبا وقرودا. يا صاحب الوجه الجلي وسامة تهوى القلوب جماله المحمودا. عينان ثاقبتا الرؤى قد زانتا ثغرا جميل الابتسام فريدا.
قد زاده عند الأنام حلاوة كم كنت في طيب الكلام ودودا، وحملته جسدا يفيض رجولة نميت قواه رياضة وحديدا، كملت به العضلات لكن ناء عن فيض الشجاعة قدرة وجهودا. يا أيها البطل الذي عرفت به ساح المعارك ضابطا صنديدا، بلغت بسالته حدودا لم تزل تسمو وما بلغ السمو حدودا، حتى كأن لزخم روحك ثورة لما تزل تجد الضلوع قيودا، فتوثبت نحو الخلاص تحررا، وبرغم أنك صرت أصل بعودا آثرت إعطاء البسالة شأوها، فهويت في ساح الكفاح صعودا حتى ارتقيت إلى الشهادة، فارتقى فيك الفخار على الزمان خلودا. آثرت إعطاء البسالة شأوها، فهويت في ساح الكفاح صعودا حتى ارتقيت إلى الشهادة، فارتقى فيك الفخار على الزمان خلودا. إن الشجاعة إن تمادت في امرئ صارت لقصر حياته تمهيدا. تبنى المباني للأنام منازلا وتكون عند المقدمين لحودا، لكن إذا خوض المنية كان في ردع الأعادي عد ذاك سديدا، أما إذا الإرهاب كان مهددا يمسي الدفاع عن الوجود أكيدا. فلذا مضى حسن يقاتل عصبة ولت عليها مجرما رعديدا، ما علة الإرهاب شخصا مثله قد كان في فهم الحياة بليدا، بل مصدر الإرهاب طرح ضيق طرأ الوجود تعصبا وجمودا، وإذا الذي يرعاه من وجدوا به فرصا تلوث لنيلهم مقصودا، ونسوا لضعف في الرؤى أن الذي راموه فرصتهم غدا تهديدا. فكفى ملاما للضحية إذ يرى الإرهاب فيها حجة ليزيدا، كي يهزم الإرهاب جذوا أصله بصلابة الأفعال لا تنديدا، وخذوه درسا في الثبات من الأولى استأصلوه مزارعا وجرودا. فلهم يعود الفضل في تقليصه طابوا حماة للحمى وجنودا. ها إن آخرهم أبي قد رأت أيدي المنايا أن يخر شهيدا. يا أيها المقدام حسبك بذلها روحا تسامت بالشهادة جودا، مشت الجموع وراء نعشك خشعا بمشاعر قد أبكت الجلمودا، عشرات آلاف الورى تبعوا هوى نعشا حوى جثمانك الممدودا، قد عبروا عن جم وجد أنهم رشوا أرزا فوقه وورودا، لولا مخافة ربهم كانوا له خر احتراما ركعا وسجودا. يا من غمرت بالافتخار نفوسنا بالحزن حولت المشاعر سودا، فتركتنا نشقى بفقدك لوعة وسلكت درب الخالدين سعيدا، دمك الزكي زكاة فطرة عيدنا بعد الصيام فصرت أنت العيد. التزاما بما آليت على نفسي منذ يفوعي أن أذكر في كل طلعة منبر من كان له الأثر الأعمق في أدبي ولغتي وسلوكي بشكل عام، ومن على نهج بلاغته تربيت الإمام الأحد علي بن أبي طالب عليه السلام، ألقي عليكم هذه القصيدة. ومضة من سنى الإمام كيف يرقى لمدحك الشعراء، يا إماما قد باركته السماء، وحبته من خالص الخير خلقا يتناهى في مرتقاه الثناء.
ولدى المصطفى منحت مقاما ساميا لا يناله الأبناء، دقق العلم من معين غزير هو من مصدر الإله استقاء، وتشرفت طبعه فاستقامت بهداه السريرة العصماء. ثم أصبحت خله وأخاه، تبقى خلا وطاب فيك الإخاء، ورأى فيك زوج فاطمة نعم القرينان أنت والزهراء. ينبت الحب في النفوس شعورا ورهين بالتضحيات البقاء، قد حبى المصطفى الإمام وفاء لا يدانيه في الوجود وفاء، في فراش النبي بات قريرا عندما شاء قتله الأعداء. أي حب أبهى وأروع من حب به النفس للحبيب فداء، تنحني الهام للإمام احتراما وخشوعا إذ يصعب الارتقاء. عرف الله من خلال البرايا، قاده في فهم الدنى استقراء، أسقط الشك فاليقين لديه ليس يربو، وإن أزيل الغطاء يحكم العقل أنه عبقري سبق العصر فهمه، والذكاء وهو في العزم والشجاعة شخص واحد فرد ما له نظراء، ذكره يرهب الصناديد مما ذاقه من حسامه البسلاء. كم شجاع عن اللقاء جبان أو صريع إذا يتم اللقاء، شد أزر النبي سيف علي ولذا في يديه كان اللواء. إن يكن بالنبي قد قام دين فبعزم الإمام تم البناء، وبعلم الإمام بعد رحمه